وبعدين احنا لمؤاخذه هنا بقالنا اكتر من 65 سنه في المكان دوت، واحنا لمؤاخذه يعني عايشين هنا ومتعايشين بقالنا مده طويله. احنا دلوقتي مشكلتنا ان هيئه المترو قالت لنا ان احنا هنعوضكم ونخليكم في مكانكم، انما المحافظه هي اللي عايزه تشيلنا. فليه عايزين يشيلونا؟ ما احناش عارفين ايه وجهه نظرهم، برضك ما احناش فاهمين الوجهه نظرهم. انما احنا لمؤاخذه مش هنسيب اماكننا، واحنا عايزين نفضل في مكاننا، لا نروح لا يمين ولا شمال. ليه؟ لان احنا لمؤاخذه يعني من سنين فاتت وهي دي تجارتنا وهو ده مكاننا، هنروح فين تاني؟ وعندنا اولاد وعندنا لمؤاخذه التزامات، وورانا لمؤاخذه مسؤوليات، وفي ديون علينا نسددها ازاي ونروح فين؟ مفيش اي حته مكان لينا الا هنا. واحنا بنلتمس من رئيس الجمهورية ان هو يبص لنا بنظرة عطف. ليه؟ لان احنا المؤاخذة احنا بقالنا هنا سنين عايشين. مش معقولة يعني ايه على 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 حاجات تفكيرات بسيطة هم بيقعدوا يفكروا فيها وعايزين يشيلونا منها. مش معقولة ابدا يعني. المشكلة دلوقتي حاجة، هيئة المترو موافقالكم موافقالنا بان احنا نقعد في مكاننا. طيب ايه الجديد بقى من محافظ القاهره ووزير النقل؟ محافظ القاهره عايز يشيلنا، ما نعرفش ليه بقى. لا مؤاخذه معلش، هم عايزين يشيلونا باي طريقه، عايزين يعملوا هنا ابراج سكنيه ولا ما اعرف يعملوا بتاع دوت حاجات ثانيه 26 غير الحاجات بتاعه زمان. طيب المقابل المادي اللي عارضينه معاك عارضين احنا مش عايزينه. احنا مش عايزين يا حبيبي. أيوة انا عارف ان حضرتك انا في مكاني. ايه اللي يخليني انا ولا 100 مليون جنيه عايزهم؟ دول ما ينفعونيش بحاجه. انتوا خدوا الفلوس وخدوا البتاع المليارات، انما احنا عايزين مكاننا، مش عايزين اكتر من كده. مكاننا مش هنسيبه، وكلنا متضامنين مع بعض. القصه ما فيها ان احنا بقالنا دلوقتي 3 سنين مع هيئه المترو تتفاوض معانا ان هي ترجع لينا تاني، ترجع لنا اماكننا تاني. بعد 15 20 اجتماع بيننا وبينهم، 15 20 اجتماع بيننا وبينهم، واخد بالك؟ بعد 3 سنين، بعد 15 اجتماع عندنا وعندهم بالصوت والصوره بحضور البنك الاوروبي، مندوبين البنك الاوروبي كانوا موجودين معانا عشان يهم البنك الاوروبي ان هو اهم حاجه الاضرار الشاغلين بالاماكن. ما ينفعش من 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 شروط البنك الاوروبي الممول للمشروع ان هو اهم حاجه المنتفع اللي هو الاضرار الاول والاكبر عليه هو. طب بيتفاوضوا معاكم على ايه بالظبط؟ بيتفاوض معايا دلوقتي، هو كان اتفاوض معايا على اساس ان هو هيرجعني، هيعمل محطه مسبيرو فوق دماغنا من فوق. المحطه هتتعمل على مساحه مثلا 2000 متر 3000 متر، طب هو نازع ملكيه حوالي 40000 متر. قال لنا خلاص ماشي هنعمل المحطه وهنرجعكم اماكنكم زي ما انتم، بس على مباني خفيفه، وفتره الانشاءات هيتعوض كل محل. هنيجي هنعمل بحث، جهم عملوا بحث اجتماعي، شافوا عمالك، شافوا مصاريفك، شافوا كل حاجه، هيعوضك بفتره الانشاءات لحد ما ترجع مكانك تاني، هيعوضك شهريا حسب دخلك انت وعمالك وبيتك وتجارتك، هيعوضك الفتره دي، واخد بال حضرتك؟ لحد ما ترجع مكانك. رجعوا بعد 3 سنين لما الموضوع خلاص قرب ينفذ المحطه، بعد ما اتفقوا معاكم ده اتفاق وانتوا كنتوا راضيين بالاتفاق ده؟ راضيين. تمام راضيين. رجعوا بقى ايه الجديد بقى؟ الجديد ان هو راح الناس اللي بتوع المترو هيئه المترو جم اتصلوا بينا وقالوا لنا تعالوا عشان عايزينكم. رحنا اشوف هم عايزين ايه عشان المشروع قرب ولا لا، فوجئنا بكلام جديد خالص. ايه الجديد بقى؟ الجديد اللي هو بيقول لك لا ده انا هعوضك تعويض مادي. طب انت هتعوضني تعويض مادي ازاي وانا راجل في شارع 26 يوليو؟ لو المتر هتديني فيه 100000 جنيه ما يكفينيش، انا عايز مكان. هيعوضك مادي يعني هيمشيك من هنا خالص؟ عايز يلغيني من هنا خالص، انا مولود هنا. مالك مش هيديك بدائل؟ مش عايز بديل غير محلي. قال لك هديك تعويض مادي. قلت له انا مش عايز غير مكاني، محلي هو حياتي، مكاني ده هو حياتي. هتمشيني من هنا يعني انت هتموتني. طب اودي فين عيالي؟ عيالي بيدرسوا وعمالي وكل حاجتي من هنا، هروح فين انا بعد 40 سنه في المكان؟ هروح فين لتجارتي؟ تجارتي اللي موجوده دي بقى لها 40 سنه فين؟ تجارتي زي ما انت شايفها اهو، وعندي عمالتي اهي،
ناس من أسوان وناس من النوبة وناس من الفيوم وناس من بني سويف، وعندي 4 عيال في مدارس دولية، أوديهم فين؟ يا سيادة الرئيس رحمة بينا وبأولادنا اللي في مدارس دولية وبيحبوك وبيحبوا البلد، بيحبوك وبيحبوا البلد. دي عودنا القديمة اهي، واخد بال حضرتك؟ دي عودنا القديمة، ودي البطاقة الضريبية اهي، واخد بال حضرتك؟ دي عودنا القديمة، ودي البطاقة الضريبية اهي، وده السجل التجاري، ودي البطاقة الضريبية اهو حضرتك، واخد بال حضرتك؟ وده اهي حضرتك البطاقة الضريبية اهي، ماشي؟ ده السجل التجاري اهو، واخد بال حضرتك؟ احنا ما مش دي، واخد بال حضرتك؟ دي قروض بنكية احنا بندفعها كل شهر. اهي حضرتك دي قروض بنكية احنا بندفعها كل شهر. معنى كده هنروح فين؟ نتحبس احنا وعيالنا؟